let me down. السلام عليكم، نتمنى لكم نهار مبروك. اليوم ندير لكم فيديو جديد على السريع، طريقة كيفاش نرسموا الشعر اللي كتلقى الأغلبية عندهم مشكلة في رسم الشعر. درس خفيف دغيا. المهم كناخذوا قلم عادي كما كان، كنبداو نرسموا الأطراف بحال هكا، أطراف ما كنبقاوش نرسموا بحال اللي كنديروا بحال هكا، لا هادشي طريقة غلطة. نبقى نصوبو شعرة بشعرة هكا، شعرة بشعرة، ونحاولو نمشيو مع الشعر، طريقة الشعر نمشيو مع الشعر. هكا وكنرسمو ديكراتي اللي هو الضو، كيكون جاي بحال ضرب الشعر. كنخليو ديما الوسط هنا كنخليوه خاوي بحال هكا، ومن الأحسن ناخدو قلم يكون الرأس ديالو رقيق باش كنتحكمو في الرسم، مكيجيش رسم غليظ بزاف. نجيو من هنا وكنديرو نفس الشيء هكا، كنعاودو ناخدو ستيلو كحل، ستيلو كحل عادي اللي كنخدمو بيه، كنبقاو أيضا نرسمو شعرة بشعرة، طريقة سهلة سهلة جدا. حيتاش الناس اللي كيستعملو اللي كنشوف الأغلبية الطريقة ديالهم غالطة بزاف، وما كيعرفوش يرسمو الشعر بالطريقة الصحيحة. هاكا ونحاولو ما نقيسوش الخط اللي كيكون دايز درسنا، وندق مزيان الاطراف من هنا، نجرو بزاف كيجي واحد من تحت كيجي غامق وغادي وكي كيولي مفتوح. اسمحوا لي على الصداع هذا، حيتاش ما عنديش فين نصور وما عنديش كي ندير. كذلك الفوق نجرو الفوق اللي كيكون شويه كتلقى مشكل، خاصكم تجرو بحال هكا، جرو بحال الشعر كيجي طبيعي 100%. وكنجيو بالقلم نيت وكنعاودو الأطراف باش كيبان هكا. وكنجيو كنستعملو مدعكة أولا منديل أولا طريقة بالإصبع أو اي حاجه عندكم متوفره في الدار، كيجي التظليل بحال هكا، كتجي خفيفه، كيجي القلم خفيف في الوسط. وهكا كنرسمو طريقة رسم الشعر، اسهل طريقة. كنتمنى يعجبكم الفيديو، واللي يعجبو الفيديو يضغط على جيم ويضغط على زر الاشتراك باش يوصلو اي جديد، ونتمنى لكم نهاركم مبروك. If you leave me, baby, let me down slowly. Let me down.